سؤالنا النهارده، هل مستوى محمد صلاح انخفض ام لا والسبب ايه؟ محمد صلاح مقرور عليه، الناس بتقر عليه. صدقني محمد صلاح 100 100 وكل الشعب بيحبه، بس محمد صلاح لو الناس بس تدعي له هيبقى 100 100 ويبقى تمام. انخفض بس هو عشان ليفربول، بس كان ساديو ماني وفيرمينيو كانوا بيساعدوه، دلوقتي بقى كل واحد بيلعب لوحده، بيلعب لنفسه، فهو مش لاقي نفسه في ليفربول. في منتخب مصر فهو الضغط كله عليه والحمل كله عليه، فمش محتاجين شويه حد يسند محمد صلاح. مصر احرزت كام هدف في بطولات كاس العالم اللي شاركت فيها؟ الثلاثه اربعه ثلاثه سته 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 ثلاثة خمسة خمسة هم خمسة بالظبط خمسة 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 أنا عارفهم اثنين في عام ثلاثة كل بطولات كأس العالم خمسة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة أنا أقول في بطولة 34 هدفين وفي بطولة 9 بتاعت مجدي عبد الغني ومحمد صلاح آخر هدفين زي ما قال بالظبط خمسة عبد الرحمن فوزي 34 ومجد عبد الغني ومحمد صلاح اخر هدفين اهو جنبك اهو ده حبيبي انت انت عامل ايه؟ الحمد لله الدنيا كويسه؟ الحمد لله. الشنطه دي تمام؟ لا تمام. خلي بالك منها اهي. قول لي يا حاج، محمد صلاح مستواه انخفض ولا لا؟ لا ما انخفضش. ما انخفضش ما انخفضش. طب قول لي، مصر احرزت كام هدف في كل البطولات كاس العالم اللي شاركت فيها؟ لا والله مش عارف والله، بس انا على ما اعتقد هم هدفين اتنين. برافو عليك. ومجد عبد الغني كام؟ واحد والاخير محمد صلاح هنا اتنين، يبقى كله كام؟ أربعة خمسة خمسة خمسة. طب انت دلوقتي لو روحت البيت بكورة كده هتديها لمين؟ اديها لحفيدتي. مش ولد؟ لا مش ولد. هتفرح؟ هتفرح قوي قوي قوي. ايوه جبت لها فانلة محمد صلاح كمان. الاول انت كسبت معانا الكوره. اهلا وسهلا. حلو كده 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 حاجه جميله قوي. زمان الواحد بيروح ببطيخ. بطيخ ده والله العظيم ثلاثه. انت هتروح بكوره. ماشي يا حبيبي، مبروك عليك. الله يبارك فيك. فلفل لنا اي فلنا. شفت منتخب مصر؟ ماشي ماشي يا حبيبي. حلو كده، مبروك كده. حاجه ثانيه؟ شكرا يا حبيبي. كده اتعشى. كده اتعشت قوي قوي. صلاح مستواه انخفض ولا لا؟ لا ده زي الفل. محمد صلاح زي الفل. والله لعب مصر تابع 100 100. مصر احرزت كم هدف في كل بطولات كاس العالم اللي شاركت فيها؟ ده خمس تجوان. خمس تجوان. ايه رايك بابا؟ ايه هيفوز؟ طبعا هيفوز. اديها لمين؟ ايه اديها لمين؟ اديها لابني. لابني حفيده. اديها لابني. خلاص بقى اللي تحسبه انت بقى اللي تشوفه بقى. اللي تحسبه انت اللي كسبت وانت تصرف. محمد صلاح مستواه انخفض ولا لا؟ محمد صلاح كده. ليه انخفض ليه؟ لا طبعا كده. كده كويس. ايوه اوكي. يعني لا لا، مين قال ان مستواه انخفض؟ ليه؟ عشان ايه؟ تمام، هو كويس وكلنا بنحبه. محمد صلاح مستواه انخفض ولا لا؟ شويه. شويه بس مش كتير. شوية بس مش كتير. بس عشان هو عنده إصابة. يعني عشان هو عنده إصابة. تضحك علي. محمد صلاح مستواه انخفض ولا لا؟ أنا محمد صلاح. أنت محمد صلاح؟ أو كتاب الله. والله اسمك محمد صلاح. طب عارف محمد صلاح بتاعنا بتاع الكورة؟ عارف. عارف مستواه إيه في رأيك؟ جميل طبعا. حلو. أكيد. عشان على اسمك. لا لا، عشان هو لعيب. محمد صلاح مستواه انخفض ولا لا؟ لا طبعا ما انخفضش. ليه؟ عشان هو بيلعب حلو ايا كانت الضغوط اللي حواليه، بس هو بيلعب حلو. محمد صلاح مستواه انخفض ولا لا عن الاول؟ انخفض بسبب انه السنه اللي فاتت في الدوري الانجليزي طالع طلعه الله اكبر عليه، السنه دي جونين لحد دلوقتي بس. ايه السبب في انخفاض مستوى محمد صلاح من وجهه نظرك؟ حسد. حسد. بنحسده. محمد صلاح اتحسد. والشعب المصري كله بيتكلم عليه فلازم يتحسد. يعني شايف ان سبب انخفاض مستواه ان هو اتحسد. محمد صلاح مستواه انخفض ولا لا؟ بصراحه لا. يعني هو كان لعيب كويس وما زال لعيب كويس، بس يعني مستواه حلو. مستواه حلو. محمد صلاح ما انخفضش. هو بتبقى فترات اللعيب بيمر بسوء فتره حلوه وبيمر بفتره وحشه، فهو بيتعاند الكوره وبيتعاند وقعد ما يتعادش وما انخفضش. هي الكوره كده. لا مستواه كويس، ما اتغيرش، مش حاسه اتغير. يعني هو الموسم الاول في ليفربول كان عامل طفره، دلوقتي بقى مستواه متوسط. متوسط متوسط. يعني انت
بالنسبه انخفض ولا لا؟ انخفض عن الموسم الاول مع ليفربول. سبب مش عارف بقى، ممكن الاصابه بتاعت راموس لسه مقصره. مستوى عالي. مستوى عالي. تحب تقول له ايه؟ احب اقول يا رب يا رب يكون زي يرجع زي الاول ان شاء الله. مصر تفرح. محمد صلاح مستواه انخفض ولا لا؟ محمد صلاح ده بصراحه الله يبارك له فرح مصر كلها وفرح العالم كله معانا. بس هو الضغوط فعلا زي ما بيقولوا الضغوط عليه جامده وفعلا اي حد ان هو برده كريستيانو مستواه قل شويه عن الموسم اللي فات، ودريتش برده مستواه قل عن الموسم اللي فات، وان شاء الله يعني في تقدم محمد صلاح ودايما مفرحنا باذن الله.